في منهوش بخير. ياسر جريدي، ارتيست فيزوال، ديزاينر جرافيك على باز. اكثر حاجه نخدم عليها الميوتاسيون فيزوال، اللي هي كيفاش نهزوا حاجه من انيتا ريال لايتا سوريال باش نحكيوا حكايه. ميموريز اوف كونكريت هو فواياج فيزوال خدمت في وسط المارشي سنترال، واللي باش تكون بروجيتي على الحيط في فيستيفال نوات دون لو كادر دو انواش. ميموريز اوف كونكريت تحكي على الديناميك ما بين العباد، كلك سوا اللي يبيعوا واللي يشريوا، ولا اللي يشريوا ما بينات بعضهم، ولا اللي يبيعوا ما بينات بعضهم، اللي تخلق سارتان كوريغرافي. انا عشت في وسط المارشي سنترال معنا شهر ونص. المميزات نتاع المارشي سنترال اللي هو يلم طبقات العباد الكل. اللي اتيراني انا في المارشي سنترال وحبيت نخدم عليه النوسيون نتاع العمل، اللي هي ربطناها بعد بالريزيستانس ما بين الكوريغرافي والديناميك وآراء العباد، ما بيني أنا وما بين نوات وميموريز كونكريت والمارشي سنترال والعباد في المارشي سنترال. بديت نصور شهر ونص، نمشي المارشي سنترال نصور نكبتي فك الديناميك اترافير دي زيماج، كل يوم ترى حاجة، كل يوم تصير حاجة. من بعد بدات بارتي ليزانترفيو، فجأت من بعد كي نسمع في ليزانترفيو أنه فما نفس الإنسان يقول لك اسمع تونس بلاد مش نورمال، مارشي سنترال محلاه، وبعد يتقلب تونس خايبة على الاخر، تونس ما فيهاش خير. من هنا كبتيت البارادوكس، من هنا خرجت حكاية البارادوكس.